اليوم بدنا نفرجيكم كيف تشتغل المكنسة بيسل برو هيت كلين شوت لغسيل السجاد. اول شيء اكيد عندنا خزانين مفصولين عن بعض، عندنا الخزان المي النظيفه مع الدواء تاعولها او السوائل البيسل، هون عندنا المي المتسخه اكيد بتفتح على هيدا الشكل. وما بدنا ننسى الفراشة اللي هن 12 صف فرشات مزدوجه بيشتغلوا بعكس بعض، وفي عندنا كمان على الجوانب فراشة اضافيه. واكيد ما بدنا ننسى انه بتشتغل بهيدي الكبسه الموجوده هون، وفي عندها ثلاث مودز اللي هن عندنا الماكسيموم اللي هي اول وحده، عندنا الديب كلين وعندنا الاكسبرس كلين. والكلين شوت بتشتغل من خلال هيدي الكبسه الاساسيه، ورح نفرجيكم هلا كيف رح شغلها.